يسعدني ويشرفني أن أزف إلى الشعب العربي من محيطه إلى خليجه وإلى الشعب اليمني خاصة التهنئة الحارة على هذه الخطوة التي تعتبر الخطوة الثانية إلى الوحدة العربية الشاملة. ونحن نرجو أن يأتي اليوم الذي نحتفل فيه مرة أخرى بانضمام اليمن الموحد إلى جمهوريتي مصر وليبيا، وما ذلك على الله عزيز. الحقيقة أن الوحدة اليمنية هي أمل كل يمني في اليمن الطبيعية، ونحن نشعر بالارتياح للوصول إلى هذه الخطوات الإيجابية في طريق الوحدة اليمنية، وإننا نأمل أن تكون هذه الوحدة هي وحدة كل أبناء الشعب العامل، أبناء كل الشعب المنتج في اليمن الطبيعية، تحقق لهم هذه الوحدة مزيد من الرفاهية، وتجنبهم أيضا هذه الوحدة الاستغلال والاضطهاد الذي عاناه شعبنا في اليمن قرونا من الزمان. الأهمية